الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى
منهم قولا معروفا يوصيكم الله
يوصيكم
صدق الله العظيم. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولهن الربع
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها تجري
فاحشة
النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الذين يموتون وهم كفار
آباؤكم من
وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ربي قد آتاني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهتني للصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين مصدين للتلاوة تلا على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ
الشيخ محمد السقا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لسنس القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمور التابعة لمركز ومدينة الدرنجان محافظة البحيرة. إدارة الصوت والضوء إدارة الحاج عبد المنعم زلزول وأولاده المقيمين بمركز ومدينة إتاي البارون. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.